أعلن الفنان حمادة هلال عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والد زوجته، وكتب: توفي إلى رحمة الله حماية وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي الله يرحمه. وكان هلال قد أعلن عن تعرض حماه لمرض غامض، لكنه لم يكشف عن نوع المرض ملمحا إلى إصابته بالحسد. كان كتب عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام: حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك. وأضاف: يا رب كل من استقطر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه. حماية الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين الله يرحمه. تعالوا نشوف أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عن عائلته وزوجته. فاز النجم حمادة هلال بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل المداح السبت 18/9/2021، واصطحب زوجته معه على السجادة الحمراء. قال لها: جبتك معايا اهو عشان كنتي بتقولي ما بتاخدنيش معاك المهرجانات ليه. وطبعا الظهور دهوت كان بدون حجاب، هي خلعت الحجاب مؤخرا، ودي صورها اللي هي زمان بالحجاب. وهنشوف بقى أسرار تانية عن حمادة هلال ونشوف ولاده اللي زي القمر. حمادة هلال مولود 20 مارس 1980، مغني وممثل وملحن مصري اسمه الحقيقي محمد عبد الفتاح عبد العزيز هلال. ولد في محافظة الشرقية في مصر. تزوج في 2009 من الفلسطينية أسماء سميح، وله ابنين هما يوسف وراما. راما ديت بنت زي القمر، وهنا في فرحه وصور جميلة مع عروسته الفلسطينية أسماء سميح. هنا بعد الحجاب وهنشوف صور جميلة ليه مع ابنيه يوسف الولد وراما بنت، عيال زي القمر. ربنا يخليه ليهم ويخليهم ليه. هنا في الفرح مع أحمد كانت موجودة، دي راما بنته ويوسف من ناحية أخرى. توفيت صغيرة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، تدعى سدم، صاعقا بالكهرباء خلال حفل الفنان حماد هلال في منتجع ترفيهي بالسويس نتيجة الإهمال، وفق ما أشار الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه العاشرة مساء على قناة دريم السبت 28 أبريل 2018، والذي تحدث فيه عن ثقافة الاستهانة بحياة المواطنين. المحزن في الخبر أن الفتاة الصغيرة كانت في طريقها إلى المسرح رغبة منها بمصافحة فنانها المفضل حمادة هلال، إلا أن فرحتها تحولت مأتما فصعقت وتوفيت على الفور. دي الفتاة سدن، طفلة جميلة زي القمر الله يرحمها. وهنا أثناء مكالمة حمادة هلال مع وائل الإبراشي، وهنا أثناء الحفل. والد الفتاة حمل المنتجع مسؤولية وفاة ابنته وقال: كان المفترض أن يقدم لي المكان الآمن، ابنتي كانت أمامي، فوجئت بالناس تركض حاملة إياها. حمادة هلال لم يتمكن من كبت دموعه خلال مداخلة على الهاتف كشف فيها أنه لم يعلم بوفاة الفتاة إلا في اليوم الثاني، مشيرا إلى أن منظمي الحفل أبلغوا أن إحدى الحاضرات أغمي عليها وهي في حال جيدة، فأكمل الغناء بعد توقف 20 دقيقة. حمادة هلال تابع أنه علم من طريق المصادفة على الفيسبوك بوفاة فتاة صغيرة مقدما تعازيه لوالدها ومؤكدا له أن المنظمين لم يخبروه.
حتى أن فتاة صغيرة تعرضت لوعكة صحية، وقال: أنا عايز أقول ربنا يصبر قلبك ويصبر قلب زوجتك ويعينكم، لأنني في صدمة، صدمة عمري. أنا عندي طفلة وحاسس بوالدها كثيرا، أريد أن أزورها في قبرها ويا رب يجمعني بيها. حمادة هلال عاد ونشر صورة الراحلة في حسابه على انستجرام داعيا إلى الدعاء لها. ودي الصورة اللي نشرها البنت الصغيرة الله يرحمها. وهنا البوست بتاعه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. جدير بالذكر أن النجم عمرو دياب في أكتوبر 2013 أحيا حفل زفاف المهندس مهند سميح الفيشاوي شقيق زوجة المطرب حمادة هلال على عروسه إسراء رزق سلام. الهضبة قدم عددا من أغاني ألبومه الليلة وتفاعل معه الحضور بالغناء، وبمجرد أن انتهى من تقديم فقراته التف حوله الحضور لتهنئته على الألبوم والتقاط الصور التذكارية معه. وزاد تفاعل الحضور أيضا مع ثالث فقرات الحفل والتي كانت بتوقيع محمد حماقي، ثم هشام عباس وأوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا وأخيرا دينا، وذلك بمشاركة الدي جي وليد الحريري. كما حضر مجموعة من نجوم الوسط الفني ومنهم خالد صالح وأسرته محمد نجاتي ومصطفى عمر وإيهاب فهمي وهاني رمزي وشيري عادل ومحمد لطفي. ودي الصور أهو: هاني رمزي وحمادة هلال والهضبة، عمرو دياب أحيا الحفل، مصطفى عمر حفل حضروا كتير من النجوم، مصطفى عمر محمد هلال وزوجته خالد صالح الله يرحمه شيري عادل. عندما انتقل حمادة هلال للعيش في القاهرة بمنطقة الزاوية الحمراء لاحظ أقاربه جمال صوته، فبدأ الغناء بالأفراح والموالد فعمل حنانين فردي وهو الذي يردد عبارة صلي صلي، واستمر بهذا العمل منفردا ويساعده شقيقه إلى أن تعرف على حسن إش إش الذي دعمه كثيرا وعرفه على حميد الشاعري والذي كان له الفضل بإدخاله إلى شركة هاي كواليتي بإدارة طارق عبد الله. فظهر حمادة هلال بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين واستطاع أن يثبت جدارته، مما دعا المنتج إلى التحضير لأول ألبوماته في عام 1996. كان الظهور الأول للمطرب المصري الشاب الذي عرف بحمادة هلال، كان عمره لا يتجاوز 17 عندما غنى في ألبومه الأيام عددا من الأغاني الحزينة والموجعة والشجية. استغرب الجميع كيف لهذا الصغير أن يؤدي أغنيات صعبة بصوت رفيع إلى حد ما بسبب عدم نضجه، ودخلت موهبتي بورصة التوقعات ما بين مؤكد لانتهائه فنيا مع تغييرات الصوت الضرورية عند اكتمال نضجه، وما بين موقنين بأنه موهبة ستستمر وتحقق النجاح. وفاز الفريق الثاني، فبهدوء شديد وبصبر أصدر حمادة هلال أكثر من 4 ألبومات ناجحة، آخرها الألبوم الذي أصدره عام 2002 بخاف، والذي ما زال يتربع على قائمة أكبر المبيعات في مصر. ومع بداية عام 2003 فاز بجائزة أحسن مطرب في أكبر استفتاء تم إجراؤه في تونس لعام 2002، وتسلم الجائزة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويقول حمادة هلال عن نفسه: أنا من بدايتي وكان عمري 16 سنة أقدم الأغنية الحزينة الدرامية، وهي التي صنعت لي تميزي وأشعر معها بالصدق، وأنا أحب هذا اللون من الغناء، حتى أنني عندما تلقيت هجوما بسبب ذلك صمدت بقوة ووصلت تقديم هذه الأغنية، وحدث أنني تنازلت عن هذا اللون تحت ضغط الشركة المنتجة في ألبوم دار الزمان. إلا أنه رغم النجاح الكبير الذي حققته فإنه لم يرضيني على المستوى الشخصي، وأنا لا أجد نفسي في الأغنية السريعة، وأرى أن ما أقدمه من أغاني يرتبط بالواقع ولا يفقد بريقه أبدا، لأن المزاج المصري يميل لهذا الطابع من الغناء.
وخلال عام 2003 حصل على جائزة سفير الشباب من وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير علي الدين هلال لغنائه في العديد من الحفلات التي ضمت تجمعات شبابية. وصلت 70,000 شاب في إحدى الحفلات، كما قام بالتمثيل في مسلسل بدارة مع معالي زايد وخالد زكي والمنتصر بالله، وكان للشاعر مصطفى كامل الفضل الكبير في شهرته. وأخيرا بعد ثورة 25 يناير قام بتقديم أغنيته شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير، وليثير زوبعة الفيسبوك الذي لم يرحمه زواره من تعليقاتهم الساخنة. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.